خيرا إن شاء الله، كأنك تستعد للرحيل. أستعد ولا أستعد، أرحل ولا أرحل، أفكر ولا أفكر، إنني في حيرة من أمري. بسبب صاحبك التاجر؟ أصب بسبب صاحب التاجر. لقد ذهب مع رتاي المولية. نعم لقد ذهب معها وتركني هنا لا أدري ما أفعل. انتظر انتظره، وإذا لم يعد؟ إذن أنت تعرف أنه ذهب إلى معسكر المغول معها؟ لا لا أعرف شيئا، ولا أعتقد أنه يجرؤ على الاقتراب من معسكر المغول. لقد ذهب معها للتنزه فقط. التنزه؟ سيدك ذهب للتنزه؟ بالطبع، أنت لا تعرفه أبدا. سيدي رجل مرح وظريف، يحب النزهات والغناء والعزف، صدقني. صدقتك. هل أنت قادم معه من بغداد؟ لا، من كرمانشاه. هل كنت تعرفه قبل أن تصحبه؟ ابن رياح، ما لك اليوم تكثر من الأسئلة؟ أنك على حق، أنا اليوم أكثر من الأسئلة، لا بأس، إني آسف. أخبرني يا ابن رياح بما تعرفه عن سيدي مهند. مهند؟ من مهند هذا؟ حالك كحالي يا ابن رياح، كل منا يعرف ما لا يستطيع البوح به ويجهل ما يستطيع معرفته بسهولة. كحيل، لماذا لا نجلس معا ونتصارح؟ ربما أنتما بحاجة لمساعدة. لا أدري في الحقيقة يا ابن رياح ما نحن بحاجة إليه. إن تصارحنا قد أعرف منك كل شيء، وأنت لن تعرف مني إلا القليل، ليس لأني كتوم بل لأني لا أعرف. لقد أحسن الاختيار، أنت مرافق عظيم. المهم، ماذا قررت أن تفعل؟ ستنتظره؟ نعم سأنتظره. أدهم، هذه خيمة يوشي خان. تبدو من القماش الجيد. لن يبيعها. بل سيبيعها، سليني أنا الخبير بمخلفات الحروب، ثروتي كلها جمعتها من مخلفات الحروب. بعد رحيلكم من هنا سأشتري كل هذا المعسكر وأبيعه بأثمان غالية جدا. اطمئني سيكون لك نصيب منه، شرط أن تساعديني في الشراء. وإن انتصرنا؟ الأمر سيانا عندي، إن انتصرتم أم لا الشراء سيتم. يوشي خان لن يقبل. ومن يرفض الدنانير الذهبية؟ يوشي خان لن يخسر شيئا. عندما تدور المعركة كم سيف سينكسر، كم ترس ودرع وخنجر، وكم رمح سيضيع، وأشياء كهذه ستفقد. الكثير. بل الكثير جدا. عندئذ أشتري أنا كل هذه الأشياء التي أصبح لا نفع منها، ثم أصهرها جميعا وأبيعها بأثمان غالية جدا. والخيام؟ لكل شيء قيمة معينة. الخيام تتمزق، أشتريها، أصلحها وأنتفع بها. إذن تعال معي إلى الكهف،
ستجد هناك ما يعجبك. الكهف، الكهف، ولماذا كل هذا الإصرار على الكهف؟ سلاسل وأقفال لتقييد الأسرى، ودواليب للتعذيب، وأشياء كثيرة أخرى ستجدها هناك. وهل بالكهف أسرى؟ بالطبع. عرب؟ نعم. وتريدينني يا رتاي أن أراهم وأن أدعهم يرونني؟ أقصد سيتعرفون علي ويقولون فيما بعد هذا التاجر كان مع المغول. أيها الساذج، وهل يوشي خان سيتركهم أحياء ليتكلموا؟ هيا تعال معي. لا لا لا، لا أريد أن أذهب إلى الكهف، ولا أريد حتى معرفة مكانه. دعيني منه بالله عليك يا رتاي، ولندخل إلى خيمة يوشي خان. لماذا تريد الدخول إلى الخيمة؟ فقط أريد أن أرى ما بداخلها. حسنا، لنرى ما بداخلها ثم نذهب إلى الكهف. لا بأس. كل خيامكم هكذا؟ لا، وهل كل جنودنا يوشي خان ابن جنكيز خان؟ لو كانت كلها هكذا لأصبحت أنا وأنت من أثرى أثرياء هذه الدنيا. هنا يجلس يوشي خان، أليس كذلك؟ نعم. أنا يوشي خان العظيم، وعليكم جميعا أن تطيعوا أوامري. أنا سأقلده لك. حسنا، تفضلي. كلكم حمقى، رؤوسكم فارغة. توكوشار، أيها الهر المرقط، أنت غبي. سابوداي، أيها الطاووس الملون، أنت أبله. كنت أعلم جيدا أنني محاط بالحمقى. كنت أعلم جيدا أنكم تحملون تلك الرؤوس لأن فيها أفوها تأكل فقط، لا تدبير لا تفكير. أنتم حمقى إلا كشار. أيتها الحمقاء الخرقاء، إنني أنتظرك في الكهف وأنت هنا تضحكين. لا نضرب النساء، ولا نحب أن نراهن يضربن. حقا؟ ورجالكم؟ رجالنا للقتال، للحرب، لكل أمر من أمور الشجاعة. أين كانت شجاعتك في إسطبل جورجان؟ هناك كنت أحسبك عمير قائد حرس الوالي. وتعرف قصتي أيضا؟ وماذا تعرف أيضا؟ لا شيء. هل شاهدتني في قصر الخلافة في بغداد؟ لا، ولكني أعرف كل شيء عنك. والدك رجل كريم،
كان صديقي. رحمه الله، كان شهما وفيا لأصدقائه. توفي؟ لم أخبر بهذا. منذ متى؟ منذ 7 سنوات. مهند، أتسخر مني؟ اسمي أدهم أيها القائد كوشار، وأبي اسمه مهيار. إذن لست رسول الخليفة ولا تحمل كتابا منه، ولم تحضر إلى هنا بمهمة سرية. هذه أمور أسمع بها لأول مرة. أقل لك هذا عني. نعم، كذب عليك ويجب أن تعاقبهم. لا، لم يكذبوا ولا أستطيع معاقبتهم. إنهم اثنان، الخليفة والقائد رافع. مهند، نحن الآن نتحدث بهدوء ولطف كصديقين، ونحن هكذا فعلا. أنا كنت قائدا للحرس وأنت مقدم فرسان، ويجب أن نحافظ على هذه الصداقة، والمحافظة عليها تكون بالتعاون. إني أعاهدك على هذه الصداقة وأعاهدك على الوفاق، أما التعاون فإني حريص عليه أكثر منك. أحسن أحسن، ولكن عندي شرط واحد. ما هو؟ أن تناديني باسمي أدهم. إذن اسمك أدهم؟ بالطبع. حسنا، هذا الأمر لا يهم، ما دمنا متعاونين سأناديك أدهم. شكرا لك يا صديقي كوشار. والآن هل نبدأ بالتعاون؟ بالطبع، بالتأكيد، إني أنتظر هذه اللحظة. ماذا تريد مقابل تعاوننا؟ أنا على استعداد أن أنفذ لك كل ما تأمرني به. خزائن البيتزا ذهب في متناول يدي، حتى لو أخذتها كلها لا أسأل. أطلب، أؤمر، ضع الثمن الذي يرضيك. أستطيع أن أوصل لك الذهب إلى بيتك، أستطيع أن أوصله إلى بغداد، إلى أي بلد تختارها. ولكن يا صديقي كوشار، من الذي سيدفع للآخر، أنا أم أنت؟ أنا أدفع وأنت تتعاون. أنا أطلب العكس، أنا أدفع وأنت تتعاون. ماذا تقول يا صديقي أدهم؟ أنا أشتري مخلفات وأنقاد لهذا القتال، وأنت توافق على أنها ملك لي بعد الحرب. ماذا يقول هذا؟ إنها تجارتي، إنه عملي الذي أجمع منه الذهب، وأن سيكون لك ولرتاي نصيب منه. مهند أدهم، مهند، لقد بينت لك ربحك، وأستطيع أن أبين لك خسارتك. ليس لدي أي خسارة، تأكد أنا لن أخسر أبدا. بلى، أقبض عليك، أسجنك، أعذبك عذابا شديدا. لدي أساليب في التعذيب لم تسمع بها من قبل. هذه الأساليب قد تفقد بها حياتك. لا 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 لا، أنا لست على استعداد لهذا، وأفضل الانسحاب من كل هذه التجارة. شكرا لك أيها القائد كوشار. يا صديقي العزيز، أنا لن أشتري معسكركم هذا. ما زال يتحدث في البيع والشراء. مهند، سأفسح لك المجال للتفكير مليا. أنت لن تستطيع إيصال الكتاب إلى سمرقند، وسآخذه منك بالقوة، ففكر بالأمر ولا تضيع الوقت. كوشار، أنت هنا؟ أراك عدت سالما يا كوشار، ما وراءك؟ من هذا أولا؟ هذا مهند بن الليث الحباب. من؟ مهند؟ توكوشار، ما أمرك؟
مهند الذي تريده أصبح في سمرقند في بيته مع أمه وأبيه. هذا تخريف. رأيته بعيني هاتين وتحدثت إليه مليا وجلست معه ومع أمه بائعة اللبن. كشار، هل أنت متأكد؟ بائعة اللبن هذه جاءت إلى بخار وأخذت ولدها مهند وعادت به إلى سمرقند تحت سمعنا وبصرنا. رأيتهما خارج السور، دخلت وراءهما، وصلا إلى البيت فانتظرت قليلا ثم طرقت باب بيتهما ودخلت. لماذا لا تصدق؟ لقد خدعت أيها الأبله. الأبله من يتصيد تاجرا ويجعله بغباء رسول الخليفة. رتعي، خذي هذا من هنا وأبعديه عن المعسكر. هيا. ولكن والعمل والتجارة. هيا. تعال كف عن الضحك يا تكشار. لا أستطيع. كف عن الضحك قلت لك. أين أنت يا يوشخان لترى كشار العظيم وما يفعله؟ اليوم أخذت سنترم وأخذت خطوة للأمام للعناية بصحتك. سنترم مكمل غذائي يومي متكامل مع 26 نوع من الفيتامينات والمعادن من الألف للزنك عشان تقدر تقول كل يوم أكيد سويتها. وقتك بيضيع بغسل المواعين باليد بدلا من غسالة الصحون. طيب والحل مع هالدهون؟ سهليها مع فيري ون ستيب كلين، حطيها في الغسالة زي ما هي. طيب بس اشطفها. طيب بس افرقها زي ما هي. فيري ون ستيب كلين ما يحتاج دعك او شطف باليد، بخطوة واحدة يشيل اصعب الدهون ويعطيك نظافة فيري. المواعين ازهلها، فيري سهلها. الالم اول شكوى، لحين ما تلاقي اللي خفف عنك الالم. بس هذيك اللحظة اللي تبدأ تشعر فيها إنه أخيراً خف منك الألم هي نفس اللحظة اللي بتشعر فيها إنك رجعت لطبيعتك زي في أي يوم طبيعي. إذا كان ألمك خفيف أو متوسط، تخفيف الألم يبدأ ببانادول. هل تنزف لثتك عند استعمال الفرشاة؟ قم بالتغيير. قل أهلاً لغسول اللثة من بارودونتاكس. يستهدف 3 مرات أكثر بكتيريا البلاك حول اللثة ويساعد بمنع تراكم البكتيريا. بارودونتاكس، عناية فعالة بصحة اللثة من خبراء اللثة. أريد أن أعرف أيحمل لي كتاباً أم لا؟ مولاي، مهند لن يحضر إلى بخارى بهيئة تاجر ومعه خادم إلا إذا كان بمهمة سرية. إنه بمهمة سرية، عرفنا هذا. ثم ماذا بعد؟ ماذا لديه لنا؟ علينا أن ندعه يعمل بهدوء. لقد قال لي: أما أنا لكم جميعاً أن تصدقوا بأني لا أعرفكم ولا أريد منكم شيئاً؟ وليس لدي ما أقوله لكم. لعله لا يثق بك يا عمار. لا أعتقد يا مولاي. ثم إن كان لا يثق بي ولا بابن رياح، ألا يثق بأمه؟ لقد تظاهر بأنه لا يعرفها ولم يسبق له أن رآها. علينا أن نسهل له أمر دخول سمرقند إذن. وكيف نسهل له وهو لم يكلم أحدا منهم؟ إنه سيحاول الدخول حتماً يا أبا محمد. يجب أن نذكر لحراس الأبواب اسمه وصفاته ليسمحوا له بالدخول. ترى لو خرجت أنا إليه هل يسلمني الكتاب إن كان يحمله؟ لا أدري يا أبا محمد.
ربما يتظاهر بأنه لا يعرفك أيضا. وكيف سنساعده إذن؟ يجب أن نفكر بالأمر. إما بماذا تفكر يا بني؟ المعذرة، كنت أفكر بأمر مهند. تبدو متعبا يا بني، وعليك أن تذهب للراحة. أعتقد هذا، علي أن أذهب. استودعكم الله. بأمان الله يا بني. أبا مهند، اكتب امرا بالقاء القبض على جحاف وسلمه الى قائد الحرس الجديد. دعه يا مولاي قليلا، قد نحتاج اليه لنعرف منه ما يحدث في الخارج. انه على كل حال لا ياخذ منا ما يفيد المغول. ونتركه يا ابا مهند يسول ويجول في سمرقند على هواه؟ بل تامر يا مولاي بمن يراقبه مراقبه شديده من لحظة دخوله إلى لحظة مغادرته سمرقند. لقد دخل سمرقند وذهب إلى بيتك وقابل أم مهند وإنمار، ثم عاد أدراجه دون أن يكلف نفسه عناء الدخول إليه. كانت والله أم مهند على حق عندما ارتابت بأمره. وأنا وأنت في غاية الاطمئنان إليه. إليه فقط؟ كلنا نثق كل الثقة بعمير بن واقد أو كشار. كيف تسنى له أن يخدعنا طوال تلك السنين؟ كيف؟ يا له من أمر فظيع. ما موقفي أنا أمام مولانا أمير المؤمنين؟ لا بد وأنه غاضب مني. إنما نحن بشر يا مولاي، نخطئ ونصيب، والكمال لله وحده جل شأنه. صدقت يا أبا مهند، ولكن لم نرى منه ما يريب يا مولاي. المهم الآن أن نتدبر أمر جحاف هذا. اكتب يا أبا مهند. خطتك فاشلة. على العكس يا خالة. فكر بها مليا وسترى. لقد فكرت. أين فكرت يا إنمار؟ لقد قلت لي إنها خطرت لك وأنت في ديوان الولي، فمتى وأين فكرت بها؟ إنها خطة عظيمة وسأذهب لتنفيذها فورا، ولكن ساعديني. لا أستطيع مساعدتك لأننا سنفشل حتما. لا، لن نفشل بإذن الله. هيا معي يا خالة، لا تضيع الوقت. إنمار، لقد تظاهرت بأنك خادم في الخال الكبير. أعرف هذا. عمير كان في سمرقند ولعله يعرفك. إنه لا يعرفني، لقد رآني في الخان، كنت أمامه طوال اليوم ولم يعرفني. لا أدري. إني واثق مما أقول يا خالة. ولكن جحاف جاء إلى هنا وعرف أني أم مهند المتنكرة بزي بائعة اللبن، ولابد أنه أخبر المغول بهذا، فكيف أخرج الآن إليهم مجدداً؟ هذه المرة تخرجين بزيك العادي، هذا الذي تلبسينه الآن. دعني أفكر. ولماذا التفكير يا خالة؟ إننا نضيع الوقت. هيا هيا يا خالة. أذهب دون أن أسأل أبا مهند؟ لا، استعدي أنت الآن، وعندما يحضر إلى البيت نسأله. حسنا حسنا يا بني، اجلس يا حبيبي واهدأ ريثما يأتي عمك أبو مهند. اجلس يا ولدي اجلس. غريب جداً.
طبعا هذا واجب، هذا واجب. لا لا مستحيل، من غير المعقول أن يحدث. بالله عليك حقا كحيل، ما أمرك؟ لا شيء، إني أحدث نفسي. أجننت؟ لا، إني أحدث نفسي كي لا أنسى كيف يتحاور الناس. فأنت مذ عدت من معسكر المغول وأنت صامت لا تتكلم. أحدثك لا تجيب، أسألك لا ترد. منذ الصباح وأنا أريد أن أخبرك بأمر حدث لم تتنبه له، فأجدك شاردا ساهما مفكرا. ماذا حدث؟ أتذكر الشاب الذي كان يعمل هنا خادما وعدّدك مرة فضربته بطبق الطعام كي يكف عنك؟ ما أمره؟ جاء إلى هنا ووقف بالباب وأشار إلى ابن رياح فذهب هذا إليه وخرجا سويا، ومنذ ذلك الوقت لم يعد ابن رياح إلى هنا. وهل رآهما كوشار ورتاي؟ كوشار لم يكن هنا، ورتاي كانت مشغلة بالحديث مع أحد جنود المغول. هذا كل شيء، تستطيع الآن أن تعود إلى تفكيرك وصمتك، وأنا أعود إلى محادثة نفسي. لا، لن أعود إلى صمتي وتفكيري. بل سأذهب إليهم. هل لي أن أسأل إلى أين أنت ذاهب؟ ذاهبون لأحدث راتاي وكوشار. هل تريد الدخول مرة ثانية إلى معسكر المغول؟ ثانية وثالثة ورابعة. ألا تستطيع أن تنهي الأمر مرة واحدة؟ أي أمر؟ الأمر الذي تذهب من أجله إلى معسكرهم. ولما العجلة؟ لأني كدت أيأس في المرة الأولى من عودتك حيا، ولا أريد أن يتكرر لي هذا. أفضل أن أذهب معك على البقاء هنا. سأفكر بالأمر، سأرى حبيبتي راتاي. عزيزتي وشريكتي راتاي، كيف حالك اليوم؟ إني بخير، وأنت يا عزيزي أدهم؟ لا أدهم اسمه مهند. أنا أعرفه أدهم. وأنا لا أصدق إلا أنه مهند. لقد أمهلتك يا صديقي بأن تفكر بأمر الربح والخسارة، وأرجو أن تكون قد فكرت مليا. يا صديقي خوشار، ماذا أقول لك؟ لن تصدق. فكر بالأمر أكثر، فكر بالأمر أكثر. لا أريد جوابا منك الآن. حسنا. أين كان هذا؟ لم أره منذ الصباح. أنت يا ابن رياح؟ نعم. تعال. أين كنت؟ غريب هذا السؤال منك أيها القائد. أجبني أين كنت، ليس من عادتك مغادرة الخان؟ كنت عند صديق لي. خارج بخارة؟ لا لا يا سيدي، أنا لم أغادر بخارة. حسنا، عد إلى عملك. هذا كل شيء؟ هيا اذهب إلى عملك، هذا كل شيء. هيا. كان يعمل خادما هنا في الخان.
هذا الذي ضربه أدهم بطبق الطعام، أليس كذلك يا أدهم؟ ربما لم أعد أذكر. كان فقير الحال وفجأة أصبح يرتدي أفخر الثياب. أمره محير. ثم أين كان؟ اختفى فجأة ثم عاد فجأة. حسنا، سأعود إلى تفكيري يا صديقي كوشار. إلى اللقاء. هيا هيا اذهب، عد عد، اذهب الآن. ماذا يحدث هنا؟ لا أدري. يبدو لي أن هذا الشاب يريد أن يفتعل شجارا مع كوشار. يبدو أنه ينوي أمرا خطيرا. أتعرفه؟ اسمع، اذهب ومر من أمامه وقل له أن يعود من حيث أتى. حسنا. أنت يا هذا؟ نعم. تعال اقترب مني. ما اسمك؟ إنمار. ألم أراك قبل الآن؟ ربما. أي؟ في سمرقند. لا، بل هنا في هذا الخان. بل في سمرقند يوم كنت رئيسا للحرس، ويوم كان اسمك عمير بن واقد. أكنت تقيم في سمرقند؟ لا، كنت أحضر إليها في كل سنة مرة. ابن من أنت؟ ابن عامر. إنمار بن عامر. إنمار بن عامر. ما معنى هذا؟ أنا لا أفهم شيئا مما يحدث أمامي. أنا مثلك. ابن رياح وبائعة اللبن والشاب ينفذون أمرا متفقا عليه. لماذا؟ لماذا؟ انظر. رتاي رتاي، تريدني أن أستمع إليهما؟ بل أريد توكوشار حالا. توكوشار في المعسكر؟ أريده هنا. هيا. حسنا، سأمر أحد الجنود بإحضاره فورا. بسرعة. خرجت الفتاة مسرعة. ومهند؟ مهند ولدي الحبيب، أراه من هنا. خالة، لا داعي للبكاء الآن، كوني قوية كما أعرفك. ربي، هبني ولدي، هبني وحيدي، ساعده يا رب، انصره يا رب، أعنه يا رب. إنما يفعل ما يفعل في سبيل نصرة دينك الحنيف، فكن لطيفا به يا لطيف، يا سميع، يا أرحم الراحمين يا رب. هدئي من روحك يا خالة، يجب ألا يراك مهند على هذه الحالة.
أرسلت أحد الجنود لإحضار دوكشار من المعسكر، ولكن افرض أنه في سمرقند كعادته. أرجو أن لا يكون قد ذهب. ماذا تريد منه؟ أريد أن يرى أم مهند وهذا الشاب الذي تقف معه. هذا الشاب الذي تقف معه هو حتما ولده. مهند؟ مهند أو أحد إخوته؟ لا، مهند وحيدها، ليس لها غيره. إذن هذا هو. وكيف تأكدت من ذلك؟ من دموعها، ألا ترى حالها؟ لا تك بحرقة ولوعة. ألم أقل لكم إن أم مهند هي من سترشدني إلى ولدها؟ مهند، وقعت أخيرا. وقعت يا مهند، لا تحاول الفرار، اقبضوا علي. هيا مهند، ولدي، ولد الحبيب مهند. مهند هيا. فيها ألم يخف وبحس كأني بصحى على يوم جديد مشرق. بانادول إكستند بتقنية الطبقة المزدوجة التي تخفف الألم سريعا ولغاية 8 ساعات. تخفيف الألم يبدأ ببانادول. اليوم انت سويتها. اليوم أخذت سنترم وأخذت خطوة للأمام للعناية بصحتك. سنترم مكمل غذائي يومي متكامل مع 26 نوع من الفيتامينات والمعادن من الألف للزنك، عشان تقدر تقول كل يوم أكيد سويتها. مشاكل اللثة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل إضافية مثل رائحة الفم الكريهة. بارادونتاكس اللثة زائد النفس والحساسية الجديد مثبت علمياً باستهداف مشاكل اللثة ليساعد على تفادي رائحة الفم الكريهة. بارادونتاكس اللثة زائد النفس والحساسية الجديد. اليوم انت سويتها. اليوم أخذت سنترم وأخذت خطوة للأمام للعناية بصحتك. سنترم مكمل غذائي يومي متكامل مع 26 نوع من الفيتامينات والمعادن من الألف للزنك، عشان تقدر تقول كل يوم أكيد سويتها. جنون. التضحية أصبحت جنونا. اصمت أنت، اصمت، أنت لا تعرف شيئا. كنت لا أعرف، أما الآن فكل شيء أصبح واضحا أمامي، عرفت كل شيء. كحيل، لست أقل من هؤلاء الأبطال فداء وإخلاصا لديني وأمتي، لست أقل منهم، وليتني أكون مثلهم. سيدي مهند، لا تحرمني من شرف مساعدتك في تنفيذ مهمتك. هذا الشاب ألقى بنفسه في أيديهم ليفسح لك المجال للعمل، فلا تضيع تضحيته وتضحية أمك. هيا هيا ولنبادر فورا إلى العمل. حيل، مهمتي ليست سهلة كما تعتقد، ولن أستطيع تنفيذها إلا بواسطة هذه المغولية راتاي.
أني ذاهب إليها. لا لا لا، الأمر لك أيها الموقر. ستبقى مع سابوداي هنا. سابوداي لا يحبني وأنا لا أحبه، كل منا يفكر بطريقة مختلفة. تفكران؟ أنت وسابوداي تفكران؟ أيها الموقر اصمت. أنت وسابوداي لا عقل لكما لتفكران. هذا الرأس فارغ. ورأس كوشار؟ كوشار داهية، لديه عقل؟ لو استطعت لوزعته عليكم جميعا. من أجل هذا أريد أن أبقى معه في بخارة، علني أكتسب منه بعض العقل. ما أمرك يا كوشار؟ تبدو غاضبا. هذا الشاب ليس مهند وليس رسول الخليفة. عدنا للعناد. هذا لدي عقل. ماذا تقول؟ أقول إن الشاب الذي ألقيت القبض عليه هو مهند، والمرأة التي أمرت بسجنها هي أمه. لا لا، لماذا لا تصدق؟ لأنه لا يحمل كتابا من الخليفة. لقد كان أيها العاقل في سمرقند وأنا رأيته، أي وبكل بساطة سلم الكتاب للوالي أو لقائد الحامية التي هناك. لديه أمر من أمير المؤمنين بإنقاذ الأسير أوس بن فضالة. من أجل هذا جاء من سمرقند إلى بخارة لينتهز فرصة مناسبة ويدخل معسكرنا وينقذه. تكوشار على حق وأنت أحمق. وأخيرا سمعتها. ماذا تريد كي تصدق أن هذا الشاب هو رسول الخليفة؟ لست أدري. سأفكر. لا تفكر أيها الموقر، لديك أسير اسمه أوس بن فضالة، مقدم فرسان مثل مهند، قابله به. تكوشار أنت عظيم، إنها فكرة رائعة. تكوشار أحمق، وهي فكرة فاشلة. لماذا؟ لأن أوس لن يتعرف علي. تتكلم وكأنك لا تعرفهم. لو كان أوس غبيا كما تعتقد لاستطعتم أن تنتزعوا منه اسمه على الأقل. مذ دخل سجنكم وهو لم يتفوه بكلمة، وتريده الآن أن يشاهد الشاب وحالما يراه يهتف به صائحا: مهند يا مقدم الفرسان، مهند يا ابن الليث، كيف حالك؟ تكوشار أنت أحمق. أحمق. والآن ماذا تريد أن تفعل؟ تريد الحقيقة أيها الموقر؟ بالطبع. لا أدري. لم أستطع معرفة شيء. هل اقتربت من المعسكر؟ اقتربت ولكني لم أوفق. كحيل؟ سيدي
ألم أحذرك من التحدث إلى أحد؟ المعذرة يا سيدي. ماذا قال لك؟ لم يستطع معرفة أي شيء عنهما. لم يبق أمامنا إلا رتائي. لا يا سيدي، لو أردنا سؤالها لفعلنا هذا منذ البداية. اتركها الآن. وكيف سأعرف ما حل بهما؟ لنصبر قليلا. لا، سأذهب وأحدثها دون أن تدري. كن عذرا. من؟ رتاري، أين كوشار؟ ماذا تريد منه؟ إذا لم يوافق على البيع فإني سأرحل فورا. وتتركنا؟ إني مرغم. ومن يرغمك؟ أبي وأمي وإخوتي، إنهم في انتظاري ويجب أن أعود. لن تستطيع أن تغادر بخارة. لقد صدر أمر اليوم من يوشي خان بمنع الجميع من مغادرتها. لا بأس، سأتدبر الأمر مع كوشار، ولكن أين هو؟ في المعسكر. ماذا يفعل؟ يشرف بنفسه على تعذيب الأسرى. والنساء، أتعذبونهن أيضا؟ يضربن فقط بالصيام. نحن لا نفعل هذا. إن قدر الله وأسرتي، تأكدي أنك لن تضربي أو تعذبي. هل تدافع عني؟ طبعا، سأختطفك وأضعك فوق جوادي وأطير بك. كم أحب أن يحدث هذا. ومتى ينتهي كوشار من تعذيب الأسرى؟ عندما يعترفون بما يحملون ينتهي. وماذا أعتقد بأنهم يحملون؟ هذا الشاب الذي أسر هنا هو رسول الخليفة ويحمل كتابا منه. وأمه، هل هي أيضا تحمل كتابا؟ أمه أسيرة فقط. ليته يطلق سراح جميع الأسرى ويأتي إلى هنا لكي أحدثه. تريده أن يطلق سراح الجميع لتحدثه؟ وماذا تريدينني أن أفعل؟ اذهب إليه، أخذك بنفسي إن أردت. لا لا، أفضل أن أبقى هنا. لا أريد أن أرى شيئا هناك. إذن اجلس معي وحدثني عن نفسك. أريد ما يحضر كوشار. لا بأس، هذه أحسن فكرة. سأبلغ خادمي ثم أعود إليك. أسيرين وكوشار يعذب إنمار. وأمك؟ أتمنى ألا يلجأ إلى ضربها،
سأعود إلى رتائي. حسنا. كوشار، جئت أخيرا. جئت لأخذك أيها البطل. خذني أنا. أجل أنت. وإلى أين؟ إلى الأسر. ولماذا تأسرني؟ لسبب ستعرفه بنفسك. بوشار، تذكر كنا صديقين. اقبضوا عليه وخذوه إلى المعسكر. هيا هيا بسرعة. وأنت يبدو أنك تريد أن تذهب مع سيدك. خذوه أيضا وخذوا كل حوائجهما. هيا بسرعة. كوشار، لماذا قبضت عليه؟ لأعرف من منهما مهند. وكيف ستعرف؟ سأجلدهما أمام المرأة وأراقبه. وإذا لم تتأثر؟ عند ذلك سأضربها أمامهما لأرى من يقبل بأن تضرب أمه أمامه.